تكلفة مشروع التطوير يا فندم المرحلة الأولى فقط 7 مليار. المشروع الكبير سعادتك، الحلم الكبير، مشروع الأسمرات. أسمرات مقامة عالمية، 88 فدان في المراحل الثلاثة، 18242 وحدة سكنية، 425 عمارة، بتكلفة 3.6 مليار، بحيث إنها سعادتك تتسع ل 100,000 نسمة عند اكتمال المرحلة الثالثة. أسمرات 1 176 عمارة، أسمرات 2 134، أسمرات 3 124. تكلفة سعادتك للمسمرات 3.98%، عدد الوحدات السكنية 7304 وحدة سكنية. في بعض المناطق سعادتك اللي هي غير آمنة سيتم نقل أهالينا منها إلى مشروع الأسمرات 3 إن شاء الله خلال الفترة القادمة. أسمرات 3 اللي نتشرف اليوم بافتتاح سيادتك ليه على مساحة 65 فدان، 124 عمارة، 7304 وحدة سكنية، هيتسع ل 35,000 نسمة. ده سعادتك الوحدات السكنية من الداخل، وكان دايما توجيه سيادتك بأن جميع الوحدات السكنية في جميع المشروعات يتم فرشها بالكامل دون أن يتحمل المواطن أي عبء مالي سيادتك. الأسمرات 3 سعادتك أرضي وتسع أدوار، وهنا سعادتك كان في توجيه أن لابد من يبقى في أسانسيرات في هذه العمارات لأنها تسعة أدوار، فكل عمارة فيها 2 مصعد سعادتك. وهنا أستأذن حضرتك في حاجة، إحنا في شركات صيانة لكل المشاريع، ومن أبناء العاملين في من أهالي المنطقة نفسها سعادتك عشان يحافظوا على هذا المكان، وده كان شرط التعاقد مع شركات الصيانة إن يتم تشغيل أبناء المشروع نفسه في 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 بالنسبة للصيانة والأمن والنظافة. 4 مراكز صحية سعادتك هتخدم 70,000 منتفع، 2 مدرسة إضافي غير 3 مدارس الأسمرات 1 و2، تعليم أساسي وصناعي، مدينة رياضية متكاملة، ودي أكبر مدينة رياضية سيادتك في المناطق العشوائية، ودي طبعا السيد وزير الشباب الرضا تفضل مشكورا يشرحها بالتفصيل. 9 ملاعب، 2 حمام سباحة، مبنى اجتماعي، 2 كافتيريا، 5 حضانات سيادتك بالإضافة ل8 حضانات في المرحلة الأولى والثانية، مخبز، 6 خطوط سعادتك إنتاج بينتج 250,000 رغيف يوميا، وده سعادتك كافي جدا لأهالي الأسمرات يعني 1 و2 و3، وبيخدم المناطق المجاورة في منطقة المقطم. 6 منافذ بيع سلع غذائية، 3 شركة الخدمة الوطنية، 2 منفذ أمان، 1 الأهرام، وفي 10 منافذ سعادتك صغيرة لبيع المنتجات المخبوزات، بالإضافة سعادتك طبعا لمسجد وكنيسة. أهالي الأسمرات يا فندم تفوقوا في الأنشطة الرياضية وأيضا في محو الأمية، ووجدنا فرص عمل في بإنشاء 13 مشروع صغير في أسفل بدرومات العمارات، أتاحت الفرصة حتى الآن ل 1575 من أهالينا، وفي المرحلة القادمة إن شاء الله في أسمرات 3 هيتم أيضا التوسع في المشروعات الصغيرة، وكلهم من أهالي الأسمرات سعادتك 1 و2 و3. السيد الرئيس، إن الإنجازات الكبيرة التي نشاهدها اليوم ونتشرف بافتتاحها هي نتاج رؤية وخطة وجهد كبير لمنظومة عمل متكامل شاركت فيه أجهزة الدولة بتوجيهات ورعاية سيرتكم لرفع المعاناة وتوفير العدالة الاجتماعية لأهالينا، وليس الغرض منها بناء مساكن بديلة للعشوائيات فقط، ولكن العمل على خلق جيل جديد يتحلى بالقيم والمبادئ وبالعلم والمعرفة. أتوجه لسيادتكم بأسمائيات التقدير لكل هذه الإنجازات التي تمت وتتم على أرض مصر، حفظكم الله، ودائما تحيا مصر، تحيا مصر. أيها أمير فندم.